يا شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. قبل لا نبلش اكو صيد عندنا بالسطح هسه راويكم اياه. قبل لا نبلش خلي لايك وخلي تعليق، شغله التعليق ثبتوها شباب، بعد لايك وتعليق ومشكورين على الدعم الاسطوري، وتحياتي لكم وان شاء الله القناه التقدم وفضلكم ان شاء الله فضل رب العالمين. شباب صعدت هسه للسطح، انا شفت بالحديقه، من الحديقه شفت الطير ابيض شوية حط علي، وذاك وينه؟ بس طير مبين نجر، شوفوا دي يحاول يطفي يم الزواجين، ما ادري مين قرب يم التور. فنحاول نجيبه بحلقه برجله، ما ادري رقم تليفون، هذا يديش لي على القول. جيتي يبا عليه هذا روح، مو ديش طيور. خلوا لك شباب، خلوا لك راح يطير الطير، يعني ما اعرف بس يجي من هذا صراحه. وش اكو من هنا؟ مو ديش طيور، لازم ندشن الشقف. شو تقولون شباب؟ خلى عوفه، هذا يراد له شقف. اكو طيور صراحة شباب، مو مال عيني وغاتي. شن تبكي؟ يلا خلني هالمرة راح اشك في الطير وانتو ده الشاهدون. ها بحيث شنو هاي الشقة في التعبان، لو اجيب ذيك احسن. بس يلا ما بس لا نتفشل شباب، يطير الطير. انا نفسي صرت اخر الزواج. هاي انا استاذ ما يعبرني ايش طير شباب. شفتوا هاي الحركة الفرة؟ بعدها هي قيدة. دقيقة خلنا نطلعه. اي شباب، انا طبعا اضوج الزم طير بالشقة صراحة، بس اكو بعض الحمام يعني يوازيك يا اخي. طب انا مشبك، تعال هنا أنا. هذا الحمام هسه طببناه طير. هسه ايش عندنا شباب؟ انا وعدتكم قلت لكم المقطع جايكم مفاجاه، اكو طيور جبناها هنا صورت لكم اياها. تعالوا شنو هذا الحمام شباب؟ اها هذا حمام جولدن شباب، بس مو اي جولدن. شوفوا هاي 1 2 3 4 هاي طواير. هاي هنا ايش عندنا؟ 3 فحله البيض شوفوهن، رس واحد، وهاي هم طيره، يعني 5 فحله وطيره. شوفوا من زين حتى اشرح لكم عليهن حتى تفهمون شنو درسهن. شوفوا هاي 3 طواير، هاي 3 فحله وهاي طيره، وهاي هنا 4 طواير. شنو سالفه هاي الجولدنات؟ شوفوا شباب هاي الجولدنات، هاي اختهن، يعني هاي طيره من نفس الرس. هي تعال مكلبه، شوفوها هاي الطيرة من نفس الرس، هاي الطيرة اللي تنزل يمي بالسباق آخر شيء، آخر شيء تنزل بالسباق طيرة زيرة. إن شاء الله هم راح تدخل بالسباق بعد كم يوم إذا الله خلانا طيبين. طبعا فتحت لي المسبح وهاي وسبحان، وهسه راح أجيب لي اللوز خلي ياكلن معي. هنجيب اللوز شوفوا اللوز، انا مرتب هنا هاي الدوائر. شوفوها هاي الطيره الجولدن، رويت لكم اياها من هذا الرس، يعني هاي الجولدنات اللي عندي من هاي الرس. وين كان عندنا الجولدنات؟ انا صراحه بايع عن كل تأتي فتره والله بعت هواي من الحمام. شو
فبعت الجولدنات الاساسات. فانا كنت منطل صديقي زوج، فهو كثار صار خير من الله، فتواصل وياه هو قال لي مجد ما عندي مجال في الجولدنات. قلت له اريد الجولدنات، فاخذتهن من يمه وجبتهن من ارقى الجولدنات اللي انا ربيتها صبحي. الزواج دين دندقين هاي الفترة، هم يطلبون الشباب تصور الزواج، يصور الزواج، رأي الزواج. طبعا عايشيلكم شباب على التعليقات، ما شاء الله كانت تعليقاتنا 100، هسه التعليقات ده توصل 1000، يعني فرق شاسع. مجرد نبهتكم عليها ما قصرتوا وياي. الغاية شباب من التعليقات واللايكات مقطع الفيديو ينتشر يصعد، يعني تقوى القناة. وانتو غير تردون القناة تقوى لو شنو؟ هنا عندنا زواجر ما شاء الله، ذني حلقاهن بعد ما محلقين، اكيد ناسيهن ما محلقين. هذني زوج محلقات جاهزات. هنا عندنا فرختين 3 4، هنا هم 2 حلقين، لا هي محلقين ذني زين. خليني اخذ لك صوره. طبعا الشتريات مباعن شباب، اليوم جانا ولا صاحبنا من البلديات واخذ الشتريات بالعافية عليه. الفرخات شوفوا خانة انفرقت، بالعافية عليه، ان شاء الله يتوفق بيهن. هسه خلي نصعد لكم على الحمر، يلا تعالوا. حتى من ننزل من الحمر اردح بالذني، تمام عيني. بارحة جابوا لهاي الطيرة، اشتريتها، وينها طيرة كلش حلوة، ما ادري راحت والله ما ادري. انا طائرة كلش حلوة، بتنجانية محروقة تخبر. هنا انا ما موجودة، عشان ما اصور لكم اياها بس القفوان، ما ادري ما تطير هي مخصوصة. تعالوا خلينا نشوف الحمر شنو الدارس يم هنا. الحمر كلها جواها فرخات، تقريبا فوق 100 فرخة، كلها جواها فرخات. لأن جبنا تقريبا هم 30 كمرلي. هذا أشعل بسود، شوفوا شباب هذا أشعل بسود، هذا كمرلي. فأنا أكو بعد، شوفوا هذا كمرلي صفة أحمر. وين أكو بعد كمرليات؟ حسب كلام الولد اللي اشتريته منه، هذا كمرلي، هذا كمرلي، وهذا ممكن كمرليات اثنينات. هذا شعلب احمر، هذا شعلب اسود، وكمرلي. يعني ان شاء الله تطلع لنا وجبة حلوة. حمام ياكل من جوا انتاج، ياكل
يبدا العشاء. مالتها حتى هاي ذن هنا همين خليش هاي اثنين اربعة ستة شنو جواش ثمانية عشرة اثنى عشر اطلع اكل اربعة عشر هاي ستة عشر هاي ثمانية عشر هاي عشرين 22 فرخة تقريبا يعني ما يقارب عندنا شباب هنا فوق المية اذا الله راد فوق المية هاي البيضتين وثلاثة ماذا بيتين ذني شوفوا هاي بيضتين ذني منقرات هذا هم منقر والله هذا ثلاثة منقرات ذني بعدهن هاي فاسدة هاي مجواها بيض تعال انت جواها مشي امرنا ما اريد من البني ميوتة اشياء خطيته من ما ياكلن ذني شباب خلي انزل هاي شنو بدي يجيني عالجوع خلي ننزل نحبس الرومانيات تفتح الحبريات يلا تعالوا شباب حاليا ذبيتين ناكل ضبان يلا يلا تأخرنا من الطيرة هاي اللي هاي شوفوا شباب هاي الطيرة قشمة راسها مدعبة الحلو اشتريتها من الجمباز جوالية هاي قوطية هسه شو نسوي شباب نفكر على الله نفتح الحبريات اغلبها لزمة احلال امورها ان شاء الله تمام ان شاء الله امورها تمام هسه شو سوينا شو عندي بعد شباب اروح اجيب لي قونية مال اكل شوف جدا سواني لان هسه مو مال ثقيل تنطي نعطيه لا جواها انت جواها شوفوا هذا الاكل شلونه هذا مال بصرة خشن العشرين كيلو بواحد وعشرين الف دينار دعابل مو اكل خبل نظيف يلمع تلزم اشوف الايد مالتك تبقى نظيفة هذا شو اسوي هاي عشرين كيلو خشن ما هاي يعني دخن تقريبا ما بيها دخن قطرة دخن ما بيها شو اسوي اخبط وياها قونية دخن فيصير تقريبا عنده 20 كيلو ب 25 يعني يصير عنده 45 كيلو اكل نظيف حلو يطلع عليك ب 40,000 45 كيلو اي تقريبا ب 40,000 دينار يعني الكيلو اقل ال 1000 دينار اللي يسهل على الاكل اللي استخدمه والسعر وهاي اما سؤال هواي يتكرر خلي اجاوبكم عليه لان ما اعرف هذا السؤال ألف واحد سأله شقد تصرف أكل باليوم والله شباب ما أحسب للأمانة ما أحسب يعني أنا هاي الطيور هاي تأكل لها فطاسة ونص يعني كيلو ونص الأجنبيات والرمانيات يأكلن فد يعني أقل الطاسة أقل الكيلو يعني هاي نقول كيلوين ونص كيلوين ونص تقريبا والخانات يأكلن طاسة اللي هي كيلو يعني تقريبا شباب بين 3 كيلوات ل 3 كيلوات ونص هاي الفترة اللي ما جوا الحمام انتاج اما الفترة يعني هسه ذني مثلا لو جواها الانتاج ذني تقريبا 180 نقول جواها فد 100 فرخة او 120 فرخة او 130 فرخة لا هنا انا اصرف ضعف يعني اصرف لأقل شي فد 5 كيلوات باليوم واكو فد قضية شباب دا انوه عليها او لا هاي اريد اخليها بالمقطع الجاي
حتى خافك شباب تباع نص المقطع وتروح. لا على المقطع جاي ننوه عليها ان شاء الله. قضية مهمة همين. شوف تعليقات من الشباب على المقطع الجاي ان شاء الله. فيعني شباب يعني 3 كيلوات ونص اذا ماكو انتاج، اذا 3 كيلوات تقريبا 5 كيلوات اذا اكو انتاج. هذا الدرس كله مال الاكل. خلينا نطيس الاجنبيات الاكل طاسة هاي. اي شباب طبعا وكلت هندن الاجنبيات. اكو هم فد فقرة انا دائما اسويها للطيور اللي جواها انتاج. من اخبط هاي الخشن ويا الناعم ابقي لي بد طاسة طاستين خشن انطي بس للجواهن انتاج. يعني مثلا هذا الزوج انطي خشن جواه فراخ، شتر انطي خشن جواه فراخ، الشتر الثاني انطي خشن جواه فراخ، هذا الزوج نفس الحال انطي خشن، هذا الزوج انطي خشن، شكو زوج جواه انتاج انطي خشن، هذا الزوج هم انطي خشن. تمام عيني، شكو زوج جواه فراخ انطين خشن. هسه ايش عندنا؟ عندنا هذا سيت ولا مبيض. ذكروني شباب السيت ولا المبيض هذا راح احول بيضات هنا أنا. بيض نسوى حتى ترجع تبيض مرت الأخ. بس ولا لك لو واحد يطفر ما ادري شنو. هاي البيضات بيضتين جدد وهاي بيضه قديمه. تمام يعني مو بيضتين شنو هاي سيت ولا مال باكستان. البيضات بيضتين نفس الوقت. تمام نفس الوقت. خلينا نكثرها شوي لان هو بعدها قتلها الروح. وانتن بيضا مرتلق ولا زحمه. شوفوا ما شاء الله شباب شلون زوج هذا. شوفوا 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 شوف. بيعلكم والله بيعلكم طير نظيف شباب. شوفوا الجنح ايش طوله. يلا 250 انه وبنهن 200 ألف. لا حد يعاملني، اللي يريدن يخابرني اللي يعاملني 200 ألف انه وبنهن. زوج تيادي خط اول. شوفوا شباب ما شاء الله. شوفوا العين، خلي اقرب لكم على العين. شوفوا العين شوفوا شباب ما شاء الله. شغلة فاخرة يعني شغلة كلش رافعة. يلا 200 ألف انه وبنهن. يريدين خلي يتواصل. واللي يريدين يطق لي صورة ويدز لي يعني ما انساني شباب شعار. ان شاء الله شباب بس انتظر اليوم اللي يطلع جناحين ونكشهن ونطيرهن. اي والله دور ذكي يعني. هذا الرصاص اللي رجع عجيبة غريبة شغلته. طبعا الرصاص الثاني هم رجع، اثنين رصاصيات رجعن. ما ادري قلت لكم على الثاني ما قلت لكم والله ما اعرف. اثنينات رجعن بس هم اخابر هذا الولد اللي بعت لي اياه. انا قلت له رجع واحد بس ما قلت له رجع الثاني. هسه تواصل يا اقول يا ابو ترى الثاني هم رجع. تعال خذهن شوف شلون. ما ادري انطي زوج بدالهن والله ما ادري. انطي زوج بدالهن احتمال. الحرامات راحن ورجعن يعني قويات. هذا واحد منهم شوفوه. هاي رصاصه شوفوها. والاخ الاخ ما ادري وينه والله بس موجود يعني موجود. شلون طارن؟ انه توعى 4 ايام 5 ايام منها. والله شباب قلبانها للدنيا. يفترن يفترن يحطن على الجامع، يفترن يفترن يحطن على الجامع. خير شي جني دور صحيحه يعني. ثاني ما ادري انه شويه متوجع الثاني. خليته ياكل ويرتاح لان يومين تقريبا ومقصوص وما حد لازمه. يعني هاي شغله قويه خصوصا الجو حار مو بارد. يعني شباب تقريبا وصلنا لنهاية المقطع.
لا تنسونا بالدعاء، اشتركوا بالقناة، لايكاتكم تعليقاتكم، وإن شاء الله نلتقي مقطع جديد. تحياتي لكم.